السلام عليكم. السلام عليكم. devant le Parlement européen اليوم à Strasbourg. سلام أزل فلاوان. juste pour vous montrer les préparatifs. رانا نوجدو الوقفة devant le Parlement européen. بدينا نخدمو بكري باش نرحبو خوتنا خواتاتنا اللي راهم جايين دو بارتو. انا ان تران دانستالي لي استراد. C'est-à-dire les gens ils viennent pas par là. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est bon. On a caché avec la piscine. Elle ne va pas bouger. Un contrepoids. C'est des contrepoids. Salam Abdullah, tu es en direct. Salam. Salam. Oui. رانا هنا في ستراسبورغ، رانا مع خوتنا هنا الأحرار تاع رشاد، فيهم إخواننا تاع حركة رشاد، وفيهم إخواننا غير حركة رشاد. جينا هنا عند المقر تاع البرلمان الأوروبي والمحكمة الأوروبية باش نوصلوا ميساج أنه العصابة هذه راهي تقمع في الجزائريين في الداخل بالتواطؤ مع بعض الدول الكبرى اللي راهي تعاون فيها. حبينا نوصلوا الميساج تاع خاوتنا اللي راهم مضطهدين في الداخل، اللي راهم مضطهدين، اللي راهم مطاردين، اللي راهم في الحرب، اللي عانوا من القمع تاع الجنرالات وتاع السلطه القمعيه في الداخل. باش نقولوا للجزائريين اللي خاوتنا اللي راهم في الداخل انه خاوتكم اللي راهم في المهجر، خاوتكم اللي راهم في الخارج ما يسمحوش فيكم، وراهم معاكم يد بيد وخطوه بخطوه ان شاء الله الى غايه ان تستقل هذه البلاد من هذه العصابه اللي راهي حاكمتها. وربي يبارك فيكم، وعاونوا الصفحه تاع اختنا بالبارطاج باش يوصل الميساج لكل الجزائريين في الداخل. ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم. من بعد نعاودوا اللايف من بعد مع الجماعه ان شاء الله، نعاودوا نتلاقوا في اللايف لانه مازال راهي عاده تحضيرات. الاخت اسيا راهي عاده تصور في التحضيرات كيفاش خاوتكم راهم هنا يد بيد باش يوجدوا لهذا الوقفه هنا في ستراسبورغ. من بعد ان شاء الله بابتداء من الواحده ونصف نورمالمون راهي كاينه مسيره وكاين وقفه وكاين جزائريين جاوا من كل ربع اوروبا، من كل ربع اوروبا، من ايطاليا، من كندا، من بلجيكا، من اسبانيا، من فرنسا، راهم جاوا هنا باش يقولوا الكلمه نتاع الجزائريين. وربي يبارك فيكم وربي يحفظكم، نتلاقوا ان شاء الله بعد يعطيك الصحة. شكرا ميرسي. صحيت هم خوتنا عبد النور. السلامة، انت اون ديريكت، اعطينا كلمة. السلام عليكم. بور انكوراجي نو كومباتريوت يوصلوا بينا يلحقوا بينا. نعم، احنا اليوم رانا متواجدين في ستراسبورغ، فيه ناس جات من اسبانيا حراقة، يعني 1000 كيلومتر قطعوه، والناس لازم تلتحق لان هذا واجب وطني تاع الجاليه اللي متبين بالجاليه حب الوطن فوق كل الاعتبارات. ما عندناش حاجه خير واعز من الجزائر. نحن الان pour sauver l'Algérie parce que l'Algérie elle a besoin de nous. Il faut être là aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui vont venir, mais on espère que tout le monde va venir. Que tout le monde va venir soutenir le Harak en Algérie. Parce que le Harak, c'est la seule solution pour l'Algérie. Le Harak, c'est le seul الوحيد qui nous a donné pour nous prendre le Jazair de l'Isaba al-Hakima. الجالية اليوم راهي تقوم بالواجب تاعها فقط، واليوم راهي متواجدة في ستراسبورغ كما كانت متواجدة في جنيف وتتواجد في فرنسا بعد ذلك وتتواجد في أي في مكان، في كل مكان يكون لنا فرصة باش نتواجدوا باش نقولوا كلمتنا
ونوصلوا معاناة الشعب الجزائري للطغمة الحاكمة وللشعوب الأخرى وللمنظمات والهيئات الأخرى، نقوم بواجبنا فقط. ولذلك الحراك ثم الحراك ثم الحراك. إذن اليوم الجالية ضربت موعد هنا. أنت جيت من سويسرا؟ نعم، من جنيف. من جنيف، ولكن أنا جنيف هنايا 400 كيلومتر، مش كما نقولوا الجزائر أغلى من 400 كيلومتر، أغلى من العطلة. ونحن في الجالية الحمد لله عايشة مليح في أوروبا، ولكن الجزائر تغيدها. وش هيصرى في الجزائر؟ الحكم العصابات، حكم الجنرالات، لأننا نشوف أن الحكم المدني يعطي قوة للبلاد، وبلادنا ما يخصهاش، يخصها حاجة فقط، هو تغيير الحكم الجذري، الحكم الراشد اللي لازم لنا يصرى في الجزائر. إذن هنا سنستضيف هذه المبادرة، هو لإعانة الشعب الجزائري باش يخرج من المأزق اللي دخلته ليه العصابة من 62 إلى يومنا هذا. فالحراك والحراك والحراك، وإن شاء الله كل الناس اللي راهي مازال ما تحركتش لازم تتحرك وتجي الجيل هنا لستراسبورغ باش توقف مع خاوتها وتناضل من أجل دولة العدل والديمقراطية والحرية. يعطيك الصحة، شكرا، ميرسي بوكو، ميرسي. أنا نوجدو. Voilà, c'est en plein préparatif. L'estrade. Nazim, t'es na kilma, tu es en direct. Kilma, bon, salam alaikum. Wa alaikum salam. دولة مدنية ماشي عسكرية أولاً. أولاً. وأخيراً. عندنا وقفة اليوم في ستراسبورغ لمساند إخواننا اللي راهم في السجن، وخاصة المضربين عن الطعام. ربي يكون معهم. الثبات، الصمود، هذه معركة وجودية بالنسبة للجزائر. ما خصناش يفو با بيسي لي بغا. ما خصناش نستسلموا للياس، لأن النظام هو اللي راه مرعوب. النظام هو اللي راه في هستيريا. نشوفوا القرارات البهلوانية اللي خداها مؤخرا فيما يخص الحراكيين، اعتقالات التعسفية بمجرد تعليق في الفيسبوك أو تصنيف حركات بالإرهابية بدون أي سند قانوني أو حتى دليل أو حتى ولا شيء. فهذا يبين أن هذا النظام في هستيريا، في خبط عشواء. ونعرف أن هذه بوادر سقوط هذا النظام. فلا لليأس، لا يجب أن نستسلم. النضال متواصل، هذا النضال يدوم منذ عشرات السنوات. الحراك نعم سرع في فتح هذه العصابة التي تسلب ثروات البلاد، التي تسلب مستقبل الشباب الجزائري، التي تسلب كل مستقبل الجزائر والجزائريين. الثبات ثم الثبات ثم الثبات، ومرة أخرى دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية. السلام عليكم. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، ميرسي، شكرا. فوالا، ومن بعد نعاود لكم اللايف. مراد راهو يخدم، مراد راهو يخدم، نوري لكم. مراد راك تخدم تون ديريكت لا. وي سي نورمال. صباح الخير. صباح الخير عليكم. صباح الخير. بونجور تو الموند. اختي هنا، هنا يخدم. سلام. Voilà. Rejoignez-nous nombreux, Hna. Mazel Wakt. Vous avez encore le temps de nous rejoindre. Venez nombreux. Partagez. Rejoignez-nous nombreux, Hna. Ya rahin dirou wakfa kbira. Khawtna ram jayin. Jaliya raik tlahq bina. Nkoul Europa. A tout à l'heure. On bad, inshallah. Qala khair.